معنا مشاهدينا من عمان الدكتور أشرف بني محمد، خبير التقنية والمعلومات في الجامعة الأردنية. دكتور مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. هل تمت التسريبات نتيجة إهمال من فيسبوك في الحفاظ على خصوصية المستخدم، أم برأيكم هناك أسباب أخرى؟ أول مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين. التسريبات ليست من فيسبوك فقط، لكن كانت من طرف ثالث، وخصوصا في قضية كامبريدج أناليتيكا. كانت عبارة عن تطبيق ثالث استطاع الوصول إلى 250 ألف مستخدم، ومن خلالهم من خلال أصدقائهم وأصدقاء أصدقائهم استطاع الوصول إلى أكثر من، خلينا نحكي، عدد كبير من المستخدمين يتجاوز 50 مليون مستخدم. فيسبوك ينكر أنه هو الذي قام بتسريب أي معلومات، لكن يؤكد في ذات الوقت أنه جزء من المعلومات التي خرجت هي بسبب قابلية المشتركين واستعدادهم لمشاركة هذه المعلومات. وهذه ليست القضية الأولى لفيسبوك. فيسبوك الآن يتعرض إلى أكثر، موجود عليه أكثر من 18 قضية، مرفوع عليه أكثر من 18 قضية تشمل قضايا مثل الابتزاز، الإهمال، التزوير. هناك ضغط كبير على فيسبوك، لكن باعتقادي الشخصي أنه الخوف ليس فقط من هذه القضايا، لكن الخوف من ماذا سيحدث لصناعة التكنولوجي وسيليكون فالي في مجملها، من حيث التنظيم إذا ما ظهر مارك زوكربيرج أمام الكونغرس وأمام لجنة التجارة الفيدرالية. إلى أي حد دكتور مثل هذه القضايا تؤثر على مصداقية أي شركة، قضايا تمس خصوصية المستخدم؟ تؤثر في الإعلام، تؤثر بشكل كبير، وفعليا أثرت على سعر السهم. أسهم فيسبوك خلال الشهر الماضي تعرض إلى خسائر كبيرة، وهذا المستثمرين الكبار المساهمين في الشركة أكيد في عندهم وجهة نظر حول هذا الموضوع، ولهم وجهة نظر في آلية إدارة الشركة. لكن مارك زوكربيرج يملك كرئيس مجلس إدارة وكمدير تنفيذي يملك عدد كبير من الأسهم. لا أعتقد أنه في الوقت الحالي إذا لم يتعرض إلى ضغط كبير إعلاميا، وخصوصا إذا ظهر أمام الكونغرس، أنه خلينا نحكي يغير منصبه أو يغير كبيرا في هيكلة الشركة. سواء تمت تغييرات كبيرة في هيكلة الشركة، سواء استقال مارك زوكربيرج أم لا، هل من تغييرات تقنية مرجوة يمكن إدخالها على فيسبوك لعدم أو إنهاء تسريبات بيانات المستخدمين دكتور؟ طبعا بلشت هذه التغييرات، والآن موجود في عدد كبير من هذه التغييرات التي خلينا نحكي تشدد بشكل أكبر على من يستطيع الحصول على المعلومات. والاتحاد الأوروبي عم بيضغط، وفيسبوك أعلن أنه من الآن فصاعدا المعلنين الكبار وخصوصا من الحملات السياسية أو الحملات الانتخابات سيتم التدقيق أكثر حول المعلومات التي يستطيعون الحصول عليها أو التوصل إليها. فتكنولوجيا التغيير حاصل. شكرا جزيلا لك، حدثنا من عمان الدكتور أشرف بني محمد، خبير التقنية والمعلومات في الجامعة الأردنية.